مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعرفكم عن حالي. انا كوتش ندى، مدربة صحية مع شركة هيربالايف، واليوم بدي احكي لكم عن الكولاجين من شركة هيربالايف وليش هو من افضل الانواع الموجودة بالسوق. الكولاجين هي الكلمة اللي عم بتشكل هوس عند معظم النساء بهي الأيام، لأنها أساس شباب البشرة وجمالها، بس للأسف الكولاجين ما بيعيش للأبد، ومع التقدم بالعمر تتراجع قدرة البشرة على إنتاج الكولاجين، وهالشي طبيعي وخارج عن إرادتنا، بس ما بيعني إنه نستسلم للأمر الواقع. مشان هيك لازم ندخل الكولاجين كمشروب لروتين الجمال اليومي تبعنا. بس السؤال، شو هي أفضل أنواع الكولاجين؟ كتير بيجيني هالسؤال، خصوصا انه بالسوق في انواع كتيرة، ولازم نفهم اول شيء انه بيحتوي جسم الانسان على 16 شكل من الكولاجين، وبتواجد الكولاجين بثلاث انواع رئيسية. النوع الاول اللي هو تايب 1، بتواجد بالجلد والاوتار والعظام. النوع الثاني واللي هو تايب 2، بتواجد بالغضاريف. النوع الثالث اللي هو تايب 3، وبتواجد بالجلد والعضلات. فاللي بيهم نضارة بشرتنا وجمالها هن النوعين الأول والثالث. معروف إنه بروتين الكولاجين السميك وصعب هضمه، مشان هيك أفضل الأنواع هي المكسرة المهضومة، يعني البيبتيد أو الهيدروليز، لأنه بتكون جزيئاتها صغيرة وبالتالي معدل امتصاصها أسرع بمجرى الدم لتنتقل إلى مختلف الأنسجة بالجسم. كمان لازم نعرف أنه التقدم بالعمر وقلة إنتاج الكولاجين بتسبب تراجع بصحة المفاصل وانهيارها، وبيبدأ الغضروف الإسفنجي للمفاصل بالتآكل. مشان هيك الدراسات بتقول أنه تناول مكملات الكولاجين بيساعد على منع تدهور الغضروف بالمفاصل. كمان استخدام مكملات الكولاجين المتحللة بالماء، يعني البيبتيد، بيعزز صحة المفاصل وبيساعد على استعادة كثافة العظام للأشخاص مصابين بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل، وكمان بيساعد على تقليل آلام المفاصل. كتير مهم ننتبه إنه الكولاجين اللي بدنا نشتري لازم يحتوي على فيتامين سي ليساعد على تسريع امتصاصه. في دراسة أمريكية عملت بحث على 105 امرأة بتتراوح أعمارهم بين 24 و50 سنة، تناولوا بيبتيدات الكولاجين لمدة 6 شهور. بعد انقضاء هاي المدة تبين أنه هاي النساء صارت بشرتهم أكثر شباباً ونعومة بالوقت نفسه. مشان هيك أنا حبيت أحكي لكم اليوم عن كولاجين من شركة هيربالايف وليش بيعتبر من أفضل أنواع الكولاجين للبشرة، لأنه نوعه بيبتيد وبيدخل بتركيبه الفيريسول، يعني هو نشط بيولوجياً وبيحفز الخلايا الليفية بالطبقة الجلدية من البشرة لزيادة إنتاج الكولاجين، بالإضافة لاحتواء كولاجين الهيربالايف على فيتامينات مضادة أكسدة اللي هن A و C و E. C اللي ذكرناه سابقاً أنه مهم ليساعد على امتصاص الكولاجين بصورة أفضل، وفيتامينات A و E ألف وهاء بيعتبروا مضادات أكسدة مهمة كتير للحفاظ على صحة وشباب خلايا البشرة مع التقدم بالعمر. أيضاً كولاجين هيربالايف بيحتوي على الزنك والسيلينيوم والبيوتين اللي بيدعم صحة الأظافر بشكل كبير والشعر. كتير من زبايني تحسنت نوعية بشرتهم بعد تناول كولاجين هيربالايف واختفت الحبوب منها، وكتير منهم تحسنت عندهم آلام المفاصل، خصوصاً الناس اللي بتعاني من روماتيزم. كولاجين هيربالايف خالي من الجلوتين، يعني اللي بتحسسه من الجلوتين هذا مناسب لألون، حلال وما بيحتوي على منكهات صناعية، طعمه خيالي على فريز يعني فراولة وليمون، وبينشرب مرة واحدة باليوم. كمان فايدة جدا مهمة انه بيحتوي بس على 20 كالوري، يعني ما بيسمن مثل انواع الكولاجين الثانية الموجودة بالسوق. مشان هيك اذا انت حابة تحصلي اليوم على الكولاجين من شركة هيربالايف تواصلي معي اليوم او اطلبيه من اللينك الموجود بالوصف. بس انا حابة اضيف شغلة صغيرة، انه النتائج اللي بدك تلاقيها من تناول الكولاجين طبعا على اقل تقدير هي 3 اسابيع لشهر او 4 اسابيع لحد الاربع شهور. فمشان هيك نحنا لازم نتناول الكولاجين بشكل يومي على الاقل مدة شهر او شهرين لحتى نحنا نحس بالفرق الواضح يلي المرجو من تناول الكولاجين. وكمان اذا لقيتي انه انت في تحسن
ما توقفي، يعني هو لازم تستمري عليه مدى الحياة، وخصوصا إذا أنت قطعتي سن الثلاثين. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو ولمتابعتي، بتمنى أنه أنتوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على الانستغرام، وأنا دائما رح جرب أنه نزلكم إشياء تغذوية مهمة وبتهم الجميع. شكرا ونهاركم سعيد.